راديو نوعا ما تربطني فيه علاقة، بحس حالي شبيه إله بحياتي يعني أو بشغلي، وبحب شغله، وبحب الفجاجي بالتعبير عن العنف اللي عنده، ما في عنده مجاملة بأعماله، ما بيجامل. حبيت أعمل له لوحة كتحية إله، إعادة صياغة للوحة إله كدراسة بسيطة بالأبيض والأسود. هو قتل يوحنا المعمدان، قتل الحقيقة، قتل كثير. صار الموضوع بالبلدان العربية عندنا يعني وضع اجتماعي، وضع كمان حتى سياسي، وعانى منه الجميع. يعني حسيت لوحة كارافاجيو ممكن كثير تنطبق على هذا العصر اللي احنا فيه.